الجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب، أقبل قمرك بعد غياب. للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. زورونا وحتحبونا. فراشة لأرقى العبيات. سام كنافة مش زي أي كنافة، كنافة طازة من تركيا لليبيا على طول، وتاخد أقل من 10 دقايق على الغاز أو في الفرن. كنافة بالجبنة، كنافة بالفستق، كنافة بالحلوى الشامية، بالشوكولاتة. سام كنافة متوفرة في الأسواق والمقاهي والمطاعم. سام كنافة، خلي الحلو علينا. مزياني ما فينا واحد براني غير هاتوا هاتوا الهدية مع وسام الفرحة جملية، مع وسام الفرحة جملية، غير جيبوا جيبوا الهدية، شاركنا وشجعنا شوية، شاركنا وشجعنا شوية، غير هاتوا هاتوا الهدية مع وسام الفرحة جملية، مع وسام الفرحة جملية، غير جيبوا جيبوا الهدية، شاركني وقرب لي شوية، شاركني وقرب لي شوية. الله عليكم يا فرقة ابناء طرابلس النورين. يا نبقوا العيلة فرحانين، برنامجنا ملتمين، ما نبقوا غايب على العيد، إن شاء الله ديما مجتمعين. نبقوا العيلة فرحانين، معانا ديما ملتمين، ما نبقوا غايب على العيد، إن شاء الله ديما مجتمعين. ويا عويلة صلوا عزيز صلي يا مصر.
سما فرحتنا اثنين. هذا البرنامج برعاية الهيئة العامة للثقافة، مطعم تقسيم للمأكولات التركية، شركة تواصل ليبيا، شركة الحديقة للصناعات الغذائية، وبمساهمة سام كنافة، مطعم وان تو، ماي ليدي لفساتين الأفراح، الفراشة للعبايات الخليجية، وبمشاركة الأصالة للأثاث المنزلي، تريبولي مول، قطمير للتمور، جيجا مول، نخيل الوادي، شيف، توينز شوب، بانوراما للساعات، مركز النواجد. أعزائي المشاهدين، صح فطوركم ونهاركم مبارك، نتلاقوا في حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم أطلع طول. واليوم أطلع طول من منطقة طريق الشوك، وبإذن الله أطلع طول مع متسابقين جديد، ويلا مع بعضنا يلا. قاعدين مستمرين من داخل منطقة طريق الشوك في برنامجنا أطلع طول، وما شاء الله لقينا الشباب لابسين العربي كلهم مزي مع أبوه، ما شاء الله مقيومة الاسم الكريم علي رشد. شنو زي العربي كلهم مع بعضهم؟ كنا في فاتحة، عندي صديق فتحت رفعت صغاري قال لي جيب صغاري معك. ما شاء الله تشالف مبروك والله، يوم مش محناه من فتونا نظرنا هكي ما شاء الله زي الورد، إن شاء الله ربي يحفظهم. إن شاء الله ربي يحفظهم. معك برنامج أطلع طول في شهر رمضان المبارك، وحنسألوك سؤال وكانك جاوبت عليه إن شاء الله أطلع طول بإذن الله. مع ليوة ومع الفرارة ومع أوسة ما فيش مشكلة بكل ولا؟ مقيومة باه. سؤالنا يقول كم ضلع موجود في جسم الإنسان العادي؟ فكير شوي، تعرف كم ضلع يا محمد؟ نعدم له بالوحدة. كم ضلع موجود في جسم الإنسان العادي؟ ضرب لعب بمبر في الفاتحة ولا استاق تقول قداش ايه؟ شنو قداش؟ ثلاثة صحة صحة جاب لك شي عليه ولا ما حسبك في حاجة؟ اي كم ضلع في جسم الإنسان؟ كم ضلع يمخرجنا؟ في خيارات ما فيش خيارات في بين الخواص على فرارة. كم ضلع موجود في جسم الإنسان؟ أنا عندي واحد عمودي العظمي وعمودي الظهري. كم ضلع موجود في جسم الإنسان العادي؟ هاي يلا هاي 12 24 هيك نقول حسبة، نقول 16 18 والله أرقى 24 قلت هكي ولا سمعتها من الفرارة؟ لا 24 هكي تقريبا، أقل شيء قلت لي 24 شنو راش شص ما زاد شني؟ 27 بس لحظة 27 معناها في جهة زايدة. وين لقيتهم الثلاثة؟ ضافهم شكل عدوى 24 وقال أبو الإجابة صحيحة واطلع طول يلا. We'll be right back.
هي مقدمة. انت وين يا لهوي؟ هي طول منك ولا اكبر منك؟ ها انت منين؟ هذه غير بشوية. هذه ثلاجه امي. ايه منين؟ من ونتوما. بقى ما بقى ونتوما. هذه هديه مقدمه من مطعم ون تو هاي لندلس. ثلاجه امي باهيه فيها الصيف وفيها رمضان. لا تبرد هذه وقتها. برد كويس وحتى الثلاجه قالوا حتى من اللوط باهيه. ان شاء الله يبارك. ونزيدوك من شركة التواصل ليبيا للهاتف المحمول شاشة سامسونج 32. تفرج علينا. ويعطينا عليوة شيف إلا شيف في مناسبة شهر رمضان المبارك لحفظ المواد الغذائية. طيب بكري وسلفر. شنو هذا؟ هذا السلفر بتاع حافظ شركة شيف. شيف منور يا ليوة. منور خلاص يا ليوة. تمي ومازال هدينا مستمرة وعندك هدية مقدمة من مطعم التقسيم للمأكولات التركية. يلا هاي برا هيا. ومازال هدينا مستمرة ما اطلع طول. خامس هدية مقدمة ما اطلع طول. جيبونا الهدية. هيا لهوة وينها؟ وينك؟ انت منين جايب؟ كنت في محلات 212 سنبلو. سنبلو جايب لك رايحة. ومازال هدينا ما اطلع طول بمناسبة شهر رمضان المبارك وحلول العيد حتى هو قريب. محل وبيس ما نساكمش واعطاكم كوبون من محلات وبيس النوفلين اللي هو كوبون تمشي تاخذ له لبسة العيد كاملة ليك انت من محلات وبيس. تمام كيو. هاي هاتي هدية مقدمة من محلات وبيس. ومازال ما اطلع طول مستمرين وهذه انا مستمرة. شن في عليوة؟ هيا هات. هاي تجيب قلبتها بشوية. شن يعني؟ ساعة من محلات بالغرابة شارع من المختار. ومازال بمناسبة شهر رمضان المبارك هدية للصغيرة من شركة نخيل الوادي. ثلاثة ستيكات عصير وباكو بشكوتي ليكم انتم مع بعضكم بعد الفاتحة بعد لعب بامبر باهي ياهو. ومازال شركة قطمير للتمور الفاخرة الليبية ما نسيتكمش اعطتكم 13 الكيلو تمر للعيد ان شاء الله يعني. الله يبارك فيك. ومازال مع شركة الحديقة للصناعات الغذائية 20 كيلو فراولة و10 كيلو مانجا من شركة الحديقة. شو مازال؟ فلوس. اه هذا مبلغ مالي مقدم من ماي ليدي لفساتين الافراح ترقزناتها ما عندهاش ولا فرع. لا 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 يا لهوي فوتها خلاص. اخر مره اخر مره سامحك. شنو هذا؟ جيب له رايحه. جيب له رايحه. لا مش ليه هو واخدين بكري رايح. زين ورايحه باه وما الجواز. رايحه هذه شنية؟ باي تم باي محلات ون شوب. توينز شوب. توينز شوب قرقارش. هاي توينز شوب محلات توينز شوب قرقارش هذه اللي كنت للعيد باهيو. مازال ومازال ما طلع طول. مازالو شو مازال؟ وين؟ زي كوبون مقدم من سام كنافة. هذه صفيرة كنافة من سام كنافة بالشطة وبالمكسرات تمشي تكلمهم في الرقم وتمشي تاخذ سام كنافة تاخذ صفيرة كبيرة بمناسبة شهر رمضان للعيد ان شاء الله. يلا هاي تمام. شو مازال تاني ما طلع طول؟ هاي شنو؟ مبلغ مالي مقدم من شقيقة مول بيترهونا مبلغ مالي. نور الله كيف زين من شي ترهونا ايوه تمام. هذا مبلغ مالي مقدم من شقيقة مول باهي كلاوة باهي. شو نزيدو الرجل؟ كوبون مقدم من مركز النواجد. هذا كوبون بقيمة 100 دينار من مركز النواجد لطب الأسنان بطرابلس بمنطقة تحديد غد الشعال. تمامو تمام. هاي كل سنة وانتم طيبين. كلمة تقولها لي للشعب اللي بمناسبة شهر رمضان المبارك. نقول لهم كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله ربي بليمون والبركات على الشعب الليبي بالكامل. كل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. كل عام وانت بخير وكل سنة وانتم طيبين. ومازال مستمرين مع طلع طول. ويلا طلع طول.
هاي السلام عليكم. ناركم مبارك، ربي يصون ان شاء الله، ان شاء الله ربي يحفظهم. الاسم الكريم علاء. علاء معك برنامج اطلع طول يا علاء، وبنسالوك سؤال وكانك جود باذن الله اطلع طول ان شاء الله. باهيو، اين يجري النهر؟ اسمه نهر ام الربيع. نهر ام الربيع، ايه في نهر وين مكانه اسمه ام الربيع. ام الربيع، نهر ام الربيع حور، اين يجري؟ في وطن عربي، هو موجود في وطن عربي هاي، وفي المغرب العربي. هاي شو ما زال تبي بعدك؟ في المغرب، المغرب العربي، المغرب العربي، مصر، الجزائر، موريتانيا، ليبيا. والله اللي ذكي، وين قاري؟ مو قاري، من الصف الثاني وهربت، ما خلاص تمت القرايه، كملت ليبيا. شنو انجليزي كويس عليه وماشي الامور تمام. يلا هيا ساعدو، اين اين موجود نهر ام الربيع؟ قلت لك اين يجري، ولكن هي وين؟ ليبيا. ليبيا والله ما شاء الله. أما نهر مش تزرت عليه انت بليلي؟ ودر بيه في نهر غادي في وادي، وادي وادي ولا نهر؟ وادي. أنا قلت لك أين النهر؟ الجزائر. في الجزائر. غلط، ماذا؟ المغرب. مش في الجزائر، ماذا؟ المغرب. المغرب هو سمعوا لك الفرارة، فروض تعطيها الجائزة الفرارة. ناقص ناقص مفيفتي يوتيوب وده كم نكسب انا وياك. اين يجري نهر ام الربيع؟ في المغرب، وبالفعل اجابه صحيحه. واطلع طول يلا. واول هديه مقدمه في اطلع طول، هاي وين هدي تعاد؟ نوري عليه، وشنو هديته هاي؟ جيب نقال مقدم من شركة التواصل. وصل دي ما وصل. مقدم ساعة من بانوراما، شارع بانوراما. بانوراما بانوراما، هذه ساعة مقدمة من محلات بانوراما شارع عمر المختار، بيجيب لنا الثانية. هي ومازال هدايانا مستمرة ما طلع طول. يلا بولزة معبية، هاي جايب لك بولزة معبية من محلات وبيس. شن فيه ترى؟ شن فيه زرف مش عارف شن فيه هالزرف. كوبون 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 مقدم من محلات وبيس. شن يديروا بيه؟ تمشي تشري بيه بضاعة الصغار بدلة العيد، تعال ماخوذها. ومازال ما اطلع طول، مازال وين هيات؟ رايحة مقدمة من توينز شوب. يلا هذه رايحة مقدمة ثانية من توينز شوب، والأول رايحة. تمام هيكي، شدك ولا ما تبيش؟ شد هاي، خلاص اعطيه له، هاي خلاص اعطيه له يا ودي، اعطيه له، امنع. شنو هي فرارة؟ صناعين، واحدة مسوين وواحدة تريس. والله واحدة صينية؟ مسوين. والثانية؟ تريس. باهي. هو تريس وهي مسوين. محلها هذه هدية مقدمة من محلات 212 السنبل، ريحة رجالية وريحة نسائية بمناسبة العيد إن شاء الله. بخبخ في العيد. ومازال مع اطلع طول هدايانا مستمرة، وفي هدية تانية مقدمة. شنو هو؟ كوبون مقدم من مطعم التقسيم. هذا كوبون مقدم من مطعم التقسيم، تمشي تضربها في طير ولا سحور في مطعم التقسيم غادي. يا ربي يحفظك. باهيو، تعرف المأكولات التركية؟ أكيد. السياحية؟ أكيد. تمام، معاش نزيدوك تانية، نزيدوه هيا. شو مازال هيا؟ مازال. وهذه هدية دير الجو بالبطاطا والحزاء، نزبت فيها كيف البطاطا. جبت لك بتاع قلاية من هذه هدية مقدمة من مطعم التقسيم للمأكولات التركية، ومع شيف إلا شيف لحفظ المواد الغذائية، صندوق شيف ألمونيوم لحفظ المواد الغذائية في رمضان. طيب بكري ومشي أمورك. ومازال هديانا ما أطلع طول، زيدة يلا. هاي شن صار تاني؟ هاي وين؟ يلا هاي، هذا ثلاثة ستيكات عصير ومعهم باكو بشكوتي شوفان من شركة نخيل الوادي. سمعت مبروك. خيرها لبا خيرها، خافت منك، خافت منك، ابعد عليها. ونبي حول اول، تخافت منها اول باسقة. باي خلاص تمام،
وشو مازال تاني مع شركة الحديقة للصناعات الغذائية أعطتك 20 كيلو فراولة و10 كيلو مانجا من الحديقة. يلا تمام. ومازال هدايانا مستمرة بمناسبة شهر رمضان المبارك. شركة قطمير للتمور الفاخرة الليبية جيب لنا هديتها صغيرة. يلا مازال هدايانا مستمرة ما اطلع طول. طلع الرجل مازال خلي انت من زي بالصح تحاول ايدك مع سفنكس تحاول ايدك مع سفنكس فلوس من حديقة. مبلغ مالي مقدم من شركة الحديقة للصناعات الغذائية. هذا مبلغ المالي بحبح ينبح. هاي شو الثاني مازال يعطيني حاول ايدك للراس المسليك. مازال مبلغ مالي من وان تو يا وهذا مبلغ مالي ثاني من وان تو مطعم الوان تو حي لندرس بحبح. هاي فلوسه بس اليوم عاشوقف على المصرف وكل مازال انا شو مازال نعطي لي البسقة نعطي فلوس من مي ولادي مرة ثالثة. مبلغ الميلادي هذا مبلغ مقدم من محلات الميلادي زنياتا لفساتين الافراح. يلا هاي احسن هديه من صاحب المحل باي للعامل نتاعها مبلغ مالي. وانا هاي سعيد منور يا سعيد منور صاحب المحل باي وحده هاي بحبح يا سعيد بحبح يا سعيد واحد. شو مازال؟ مازال اعطيه بابون من تصبيق من تريبولي مول. تريبولي مول معلش في القرايه ما عرفش بقى تمشي تاخذ بها بضاعه من تريبولي مول. يا ربي يحفظك. ايوه باي مازال الدنيا له وعاد ايه سفرة كنافة مقدمة من السفرة سفرة كنافة. اسكت في واحد في الاولاد اسكت يلا هاي هاي هذه هدية من شركة سام كنافة. سفرة كنافة كبيرة مقام سفرة كنافة. مازال هدايانا مستمرة ولا تمت؟ لا مبشرت خلاص. كلمة تقولها يا علي بمناسبة شهر رمضان المبارك وكلمة تقولها للشعب الليبي ببرنامج اطلع طول. ان شاء الله كل سنة هم حيين ورمضان مبارك ان شاء الله. مننساش نحيي محمد الفايدي ربي يحفظه وربي يحفظ الليبيين كلهم ان شاء الله على خير يا رب. كل سنه وانتم طيبين ومازال مستمرين مع اطلع طول ويلا قاعدين مستمرين. يلا شارك وادخل معنا السحب يوميا على 100 باقه انترنت من ليبيانا و50 كارت رصيد بقيمه 10 دينار و30 كارت رصيد بقيمه 30 دينار من ليبيانا و16 قسيمه تسوق بقيمه 100 دينار من تريبولي مول وثلاثة شاشات سامسونج 32 بوصة يوميا طيلة شهر رمضان المبارك. باش تشارك في المسابقة زور الموقع التالي tawasol-libya.com وانطلق. الخير واصل مع تواصل. مازال مستمرين مع اطلع طول وفي منطقة زناتا جنب محلات 212 والعلاوة. يلا يا باي خلصين. مازال مستمرين بجنب محل 212 الاسم الكريم طلال خليفة الجواشي. طلال بنيتك هذه جويري الله ربي يحفظك. جويري شو اسمه جويريه انت جويري انت قلت جويري جويريه جويريه ان شاء الله ربي يحفظها.
معك برنامج هطلع طول وبنسألك سؤال وكأنك جاوبت هطلع طول باهي و... شن هي عاصمة هولندا؟ أمستردام. باهي بولندا. بولندا عرفها هولندا فيك نمر دوبلن ولا ما هي عاصمة هولندا وعاصمة بولندا؟ هولندا أمستردام. خلينا من أمستردام عارفينك بتعرفها باهي بولندا. شنو هي عليها واه؟ هي برتقالة. والنبي يديروا لها واحدة هي برتقالة عليها واه. منور يا لهو هاي. شنو قلت لنا عاصمة بولندا؟ هولندا قلت لك سلتا، هولندا قلت لك أمستردام، بولندا دبلن. وعاصمة هولندا أمستردام، وكل سنة وأنتم طيبين والإجابة صحيحة واطلع طول يلا. وأول هدية مقدمة من اطلع طول لجوري ولا من هو؟ سمبل عمك سمبل. شوف في اسمها في التلفزيون تفرج عليه سمبل. هذه هدية رجالية ونسائية من محلات السمبل. ومازال هدايانا مستمرة لجوري. شنو هديتها عليه وجوري؟ مشيت لمحلات وبيس. أعطاني ايباد قال أعطيه لجوري. أيوة. يدي الايباد. هاي. وفتح البيس يا جولي. هاي. يلا هذا ايباد مقدم لجوري. يلا محلات وبيس. هيا يا أستاذ شنو عندك تاني؟ هذه هدية مقدمة من مطعم التقسيم للمأكولات التركية، طنجرة ضغط للبورديم واللحم ولا ماشي أمور هطلع طول في رمضان. هيا فرارة نعطي طرحة العيد. منين؟ هذا من عمك وبيس. هذا كوبون من محلات وبيس تمشي تاخذ بيد باش العيد لجوري كامل باهيو تمام كيو تمشي بيه لجوري تاخذ بيه هدية من غادي. ومازال هدايانا مستمرة ما هطلع طول. هيا وين؟ هذي شنو؟ جبت ساعة من محلات بلوراما بشارع بلوراما شارع ام المختار. هاي هات هاي شنو عندك وش هاي؟ عندي رايحة مقدمة من توينز شوب. اوه هذه رايحة مقدمة من توينز شوب جولد جير ومزيلة مقدمة من توينز شوب قرقارش للاكسسوارات ومواد الزينة بخبخ فيها العيد. ومسال مع الشيف اللي شيف لحفظ المواد الغذائية اعطوك صندوق شيف بالاوزان والمقاييس العالمية من شيف من شركة شيف. جبت لها سيلفل من شركة شيف طول باك لا تقعد لك سخونة سيلفل باك شركة شيف الناس هالكيف شيف شيف وماكلة هالكيف شيف والماكلة هالكيف يلا ان شاء الله. هاي ومازال هدايانا مستمرة ما طلع طول. وعندك طبعا بمناسبة شهر رمضان المبارك شركة ختمير للتمور ما نساتكش اعطاتك 17 كيلو تمر للعيد للرمضان وللعيد مع بعض. هاي ومازال هدايانا مستمرة ما طلع طول. تراي عليها هذه شنو؟ هذه عباية نسائية من محلات فراشة نوفلين. نوفلين تفضل. هذه مدام هاي هذه عباية من عبايات خليجية من محلات فراشة النوفلين. مازال باي تمام. ومازال نعطوا شو مازال؟ نعطيه من الأصالة دولاب لجوري. هذه شركة الأصالة اللي أتت المنزل أعطتك دولاب مهني كامل من الأصالة أتت المنزل. هاي يلا هاي. وما زال هدايانا شنو هي اطلع طول؟ طلع يا فرارة. مازال كوبون 100 دينار من تريبولي مول. هذا كوبون برا خود بيه بضاعة العيد ورمضان مع بعضهم من تريبولي مول باهيو. تريبولي مول تلقى البيفي تعرفه ولا؟ عارفه تمام. اوكي تمام. ومازال عندك صغيرة غير جوري؟ لا ان شاء الله قريب ان شاء الله. باهي ان شاء الله باهي مرة نعطوك من شركة نخيل الوادي جيب لنا يا نادر هاي ثلاثة ستيكات عصير وباكو بشكوتي معاهم يلا هاي. شو مازال تاني فرارة؟ مازال سفرة كنافة من سام كنافة. هاي اضرب سفرة كنافة مقدمة من شركة سام كنافة للعيد والرمضان مع بعضهم مع بعضهم من شركة سام كنافة. مازال شو فيه مازال عليهم؟ هذا مبلغ مالي من ماي ليدي. اه يا وليدي اه يا وليدي اه يا وليدي. وهيك نكونوا كملنا منبوش نزيدوه. كلمة تقولها للشعب الليبي بمناسبة شهر رمضان المبارك وكلمة تقولها لبرنامج اطلع طول. تمام
أولا نحمد الله عز وجل على نعمة الإيمان وشهر رمضان المبارك، شهر التسامح، شهر المحبة، ونسأل أن يكون شهر فال خير للليبيين وتتصافح القلوب ويعم الأمن والاستقرار، وإن شاء الله من تقدم لتقدم ونشوفكم في أحلى سنة وأحلى برنامج. وكل سنة وأنتم طيبين مع طلع طول مستمرين إن شاء الله من جهة محلات 212 زناتة جديدة، وكل سنة وأنتم طيبين. ومن داخل محل 212 أنا وعليه ولوسة حنختار الرجل هوا ولا هذا اللي قلت عليه ولا بدر ولا ها؟ السلام عليكم. سلام الله. نهارك مبارك. شو الأخبار؟ كيف الأخبار؟ إن شاء الله رمضانكم مبروك. كل سنة وأنت طيب وما أكبر. كيف صار؟ تو قال رمضانكم مبروك. تو قال رمضانكم مبروك. خير ما قلت شعبانكم مبروك. خير ما قلت شعبانكم مبروك. يلا مع طلع طول معك برنامج طلع طول. وإن شاء الله أطلع طول معنا بمناسبة شهر رمضان المبارك. الاسم الكريم؟ اسمي بدر الشكري. بدر الشكري. ايه. معك برنامج أطلع طول وبنسألوك سؤال وكانك جاوبت أطلع طول يا بدر. شهر نطلع طول مواد. شهر نطلع طول مواد. سؤال يقول من هو مؤسس الجبر؟ مادة الجبر؟ السؤال واعر للمليون. ابن ابن. الابن لا واحد. ابني ابني. ما تسميش. ابني. اه وهذا فلته في الرياضيات هو فلته. نعم. فلته في الرياضيات. واحد ضرب واحد 11 10. لا لا لا. من هو مؤسس من هو اللي مداير مادة الجبر؟ مين يقول مين أنت؟ ميني ميني ميني. شو عارفة؟ مش قلت يقول ميني ميني؟ ميني أي؟ ابن ميني. انت تفوت شوف فيا قول مني ترى علي قول علي ابن مني يعني. ابن عليوة يلا هاي من هو مؤسس اي عاد بدر الخوارزمي ريتها زبطها ولا لزعبها ها واطلع طول والاجابه صحيحه يلا هاي وقاعدين يا بدر من امام محلات 212 واول هديه مقدمه لبدر من اطلع طول اعطونا هدية بدر اي وين اي ما شاء الله منين هادي هذا كوشة كهربائية شنية هادي ايه كوشة منين هادي هادي من صنب المحلات 212 مقدم من ملي المحلات 212 نعطوه من شيف إلا شيف لحفظ المواد اللي تغيّة باش تطلع سخونة من الكوشة وتسلفر إلا بالشيف طول تمام يا بدر إكي بارك الله فيك نزيدوك يا بدر مازال عندنا هدية مقدمة من شركة شقيقة مول فلوس هذا مبلغ مالي مقدم من شقيقة مول ترهونة تعرفه ولا ايه أكيد هذا أعطاك مبلغ مالي شقيقة مول ترهونة بايو وعندك هدية مقدمة من السنبل اللي هو خريف في شهر رمضان مزينة العروس هاي يلا مات دي نور نور هذا خروف شنو عليه هو اذبح وحطه بالكوشه مع بعض باه يلا هذا خروف مقدم من محلات 212 ليك انت بهيو ومازال هدايا انا ما اطلع طول ولا هدايا هيا وين مازال جيب هدية تانية هي شد هي وعندك ثلاثه صناديق عصير وباكو بشكوتي شوفان من شركه نخيل الوادي للصغيره يا بدر بهيو وزي ما عودتكم شركة الحديقة 20 كيلو فراولة و10 كيلو مانجا من شركة الحديقة وما زال هدايانا مستمرة عندك صغيرة بدر ولا؟ أكيد إن شاء الله شنو هديتها هيا وين؟ صفرة كنافة من سام كنافة هذه صفيرة كنافة كبيرة من شركة سام كنافة وزي ما قلت لك عندك صغيرة عليوة بيجيب لك هدية ليهم شنو هي عليوة؟ هذا محلات وبيس مقدم لك كابول ملابس للصغار بالعيد هذا كوبون بملابس العيد كامله من محلات وبيس النوفلين هاي هاي هذه للصغيره باهي بدر
بحبك نزيد صوص روايح من 212 من هو؟ عمك سنبل سنبل علاوة بقيمة مزاج شنو يا علاوة؟ مقدم يا مطعم تقسيم تاع شاي ولا فطور ولا سحور؟ فطور ولا سحور شنو يا وسة؟ نزيدو رايحة مقدمة من توين الشوب رايحة مزيدة مقدمة من توين الشوب قرقارش هاي مشي الأمور أعطي حتى الجيران ومازال ما عطلة طول هدينا مستمرة هاي شن فيه وين هاد؟ هذا أبوه مقدم المركز نواجد نواجد الأسنان شنو يدير فؤاد هنا؟ هذا مركز النواجد لطب الأسنان أعطاك أبوه بخيمة 100 دينار برا بيه باهي وتمام ومازال ما عطلة طول هدينا مستمرة ما عطلة طول هات يا علاوة هدية الراجل وين؟ أنا نجيب لك كوبون من تريبولي مول هذا كوبون مقدم من تريبولي مول تمشي تقضي به بضاعة رمضان باهيو ومازال بمناسبة شهر رمضان المبارك شركة قطمير للتمور أعطاتك 17 كيلو تمر من هني للعيد وأنت تمشي أمورك يلا ما أشتاكر تاع الراجل يا راجل ما أشتاكر ومازال هذا هي أنا مستمرة ما أطلع طول شو مازال تاني الخروف وين؟ مزام وين؟ تعطيه اوس لحد باي خلاص تمام هاي هذا الخروف مقدم محلات السنبل ونقول لكم طبعا هيك نكونوا وصلنا لنهاية حلقتنا لكن كلمة يقولها للشعب الليبي بمناسبة شهر رمضان المبارك وكلمة لبرنامج اطلع طول بسم الله طبعا نحييك يا اخوي اسامة ونحيي الكادر اللي معاك ونحب نقدم تحية للشعب الليبي ومناسبة حلول شهر رمضان وقدوم عيد الفطر المبارك ونشكر برنامج اطلع طول ونقول كلمة للشعب الليبي كل سنة, كل سنة هم طيبين وان شاء الله طيب يا بدر وان شاء الله يا اخوي سامة ان ربي يفرج كرب ليبيا ان شاء الله وان شاء الله ليبيا ديما المستقبل بالشباب الطامحين اللي زيكم انتم ليبيا تنمو ان شاء الله وكل سنة وانتم طيبين وتحية من برنامج اطلع طول لوسيم اللي مقعمز داخل مسكين ما حصلش معانا جاي وطلع تحية لي لوسيم ومني نقول لكم أسامة الزياني طبعا قبل ما نودعكم في هذه الليلة باش نتلاقوا في حلقة جديدة اللي بيتفرج علينا واللي بيكسب في برنامج أطلع طول يخش لي صفحتنا أطلع طول ويشارك وبإذن الله حيكسب الهدايا هدية ولا ننسى بالذكر نشكر كل جميع الشركات اللي ساهمت في نجاح هذا البرنامج برعاية وزارة الثقافة وبرعاية مطعم التقسيم للمأكولات التركية شركة تواصل للهاتف النقال وشركة الحديقة للصناعات الغذائية ونقول لكم مني أسامة الزياني تصبحوا على خير نتلاقوا في ليلة جديدة وحلقة جديدة ويلا تصبحوا على ألف ألف خير صلي عالزيت مع وسامة فرحتنا اتنين صلي يا مصلي عالزيت مع وسامة فرحتنا اتنين